مرحبا احبائي، كيف كل اليوم؟ جاهزين لحلقه جديده من تعلم اللغه العربيه؟ طبعا. بس قبل ما نبدا بدي اخبركم شيء، انه انا امبارح رحت على السوق، عجبتني شغله اشتريتها ورجعت قلت بعد بدي اشتري شغله ثانيه. ماشي، قميص اشتريت اثنين، رجعت قلت بدي اشتري بعد، بس طلعت فكرت انه يمكن ما اقدر اشتري الثالثة. بتعرفوا ليه عم خبركن هيك؟ انا اصرت، قلت بعد بدي اشتري. رجعت قلت كيف هيك بدي اعمل انا؟ بشتري او لا؟ بطل يبقى معي مصاري. فكرت منيح بالمثل اللي قلت لي اياه واللي خبرتكم اياه بالحلقه السابقه، يلي بيقول الطمع ضر ما نفع. فساعتها اكتفيت بالقميصين اللي اشتريتهم. بذكركم شو يعني الطمع ضر ما نفع؟ يعني الطمع بيأذينا اذا نحن طمعنا بشي. يعني انا فكرت كان بعد معي ندفه مصاري، قلت بشتري وببطل معي مصاري، بشتري قميص ثالثه. واذا رجعت فكرت قلت لا يا شانتال، ما لازم تطمعي، لانه الطمع بضرني. شو يعني بضرني؟ ببطل معي المصاري، يعني النقود، لحتى اذا بدي اتجول بدي اروح لمطرح بدي لازم يكون معي على القليله كميه صغيره من النقود. اتفقنا احبائي؟ انتم ما تطمعوا لانه الطمع بضرنا ما بينفعنا. فهمنا شو يعني؟ من بعد ما سمعنا هالمثل وفهمناه منيح، خلونا نستمع للأغنية. عائلتي ما أحلاها، عائلتي ما أهناها، بالمحبة دوما نحيا، والاحترام شعارها. جميلة في تفاهمها، قوية في تعاونها، معا في كل ظروف، حبنا ليس بالمألوف، فنحن أسرة مميزة وهذا أمر معروف. استمعتوا للأغنية؟ غنيتوا معها؟ شو رأيكم هلا نرجع نسترجع نص قبعت حسون؟ تابعوا معي. قبعت حسون، الجميع كانوا فرحين. سمير اشترى له أبوه طابة ملونة، وليلى أهدتها والدتها لعبة جميلة، وجلال جلب له والده طائرة بمحرك صغير. بدي منكم تتذكروا شو يعني كلمة جلبة؟ فكروا فيها منيح، جعروا معي. وجلال جلب له والده طائرة بمحرك صغير. شو يعني جلب له؟ بتعرفوا شو يعني؟ يعني منقول نحن بالعامية، يعني بالدارج، جبله 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 هدية. شو يعني جبله هدية؟ يعني جلب لي هدية، يعني أحضر لي هدية. إذا جلب له يعني أحضر له. الجميع كانوا هكذا، بينما جلس حسون وحيدا يتطلع إلى يدي أمه. تتذكروا لكن عم يتطلع على إيدين أمه؟ لأنه كانوا فاضيين،
كل واحد فايق وجايب هدية لسمير، لليلى مثلا، لجلال. بينما حسون دخلت أمه إيديها فارغة. شو قولكن ليه؟ مع أنه بعدها راجعة من الشغل. وكانت قد عادت لتوها من العمل. شو يعني لتوها؟ يعني مباشرة، يعني دغري. بعدها راجعة دغري دغري من شغلها. زعل حسون، قال أكيد ما جبت لي هدية أمي. مضى وقت طويل وهو يترقبها. مرق وقت كتير وهو قاعد يتطلع فيها لأمه إنه ما جبت له هدية، وأكيد زعل لأنه كل رفقاته جابوا لهم هدية، أهلهم بس هو لا. هيك فكر، بس نحن ما لازم نزعل إذا ما جابوا لنا هدية، إذا مش اليوم يمكن يجيبوا لنا الأسبوع المقبل، يمكن الشهر المقبل، فما من مشكلة. وإذا ما جابوا لنا هدية نحن شاطرين ومنفهم، هيك لازم نكون. ولكنها في اللحظة المناسبة قالت له. أمه نطرت اللحظة المناسبة. شو يعني أقولكم اللحظة المناسبة؟ حللوا فكروا تشوف. لأنه حست أنه حسون، شو أقولكم، مبسوط وعم يضحك؟ لا، شعرت أنه حسون بدها تنزل دمعته. شو قالت له؟ لا تظن أنني نسيت. اوعى تفكر يا ابني انه انا نسيت. واخرجت من جيبها قبعة ملونة والبسته اياها. اذا حطت له القبعة على رأسه، قبعة ملونة. فشكرها على الهدية الجميلة. حب الهدية حسون لأنه شافها جميلة، شايفة حلوة، مش زعل وصار يبكي، لا. وعيناه ممتلئتان بالدمع. أقولكن ليه؟ عيونه غرغروا بالدمع. ليه؟ لأنه فرح، لأنه كان زعلان، فكر إنه ما رح تجيب له هدية، ولكن بس شاف القبعة انبسط وعيونه نتفي دمعوا. بتعرفوا إنه الإنسان إذا فرح أو حزين دموعه عيونه بتدمع؟ تعرفوا هالشي؟ أنا إذا انبسطت كتير وتأثرت بشي مشهد شو بعمل؟ بينزلوا دموعي. وكمان إذا حزنت، زعلت على شي، شو بعمل؟ ببكي. فإذا الدموع ممكن إنه تنزل بالفرح أو بالحزن. نرجع منعيد النص، تابعوا معي. قبعة حسون، الجميع كانوا فرحين. سمير اشترى له أبوه طابة ملونة، وليلى أهدتها والدتها لعبة جميلة، وجلال جلب له والده طائرة بمحرك صغير. الجميع كانوا هكذا. بينما جلس حسون وحيدا يتطلع إلى يدي أمه، وكانت قد عادت لتوها من العمل. مضى وقت طويل وهو يترقبها، ولكنها في اللحظة المناسبة قالت له. لا تظن أنني نسيت. وأخرجت من جيبها قبعة ملونة وألبسته إياها. فشكرها على الهدية الجميلة، وعيناه ممتلئتان بالدمع. جهزوا الورقة والقلم أحبائي، لأنه بانتظاركم تمارين كتير مفيدة.
قبعة حسون. الجميع كانوا فرحين. سمير اشترى له أبوه طابة ملونة، وليلى أهدتها والدتها لعبة جميلة، وجلال جلب له والده طائرة بمحرك صغير. الجميع كانوا هكذا بينما جلس حسون وحيدا يتطلع إلى يدي أمه، وكانت قد عادت لتوها من العمل. مضى وقت طويل وهو يترقبها، ولكنها في اللحظة المناسبة قالت له: لا تظن أنني نسيت، وأخرجت من جيبها قبعة ملونة وألبسته إياها، فشكرها على الهدية الجميلة وعيناه ممتلئتان بالدمع. جهزت الورقة والقلم، هيا بنا إلى العمل. التمرين التالي بيقول: أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. في عندي فراغ وبدي أوضع محله الكلمة اللي بلاقيها مظبوطة بمعناها الملائم. أول كلمة: الأخضر. شو يعني الأخضر؟ اللون الأخضر. الصباح. الصباح يعني الصبح. من بعد ما ننام ونقوم بيطلع الصباح. السماء. في السماء. البنفسجي لون هو زهري وغامق أكتر بشوي، شو منسميه؟ البنفسجي. البرتقالي نسبة إلى شو؟ البرتقال. بتحبوا البرتقال؟ أكيد، كتير طيب ومفيد. نبدأ. عنده، فكروا منيح. الأخضر، الصباح، عند الأخضر. لا أكيد غلط. شو يعني عند؟ يعني بوقتها، بوقت مثلا عند المساء أخلد إلى النوم. شو يعني؟ بروح بنام لما يصير المساء، بوقت المساء عشية. فإذا عند، فكروا معي، الأخضر، ما بعتقد، فكروا أنتوا، الصباح، عند الصباح، يمكن معقولة، هلأ منشوف. السماء، عند السماء، لا في شي غلط. البنفسجي والبرتقالي كمان هو لون معين بدل على لون. فإذا عند، قولوا معي، صباحي، عند الصباح. بنصطب كلمة صباح ومنكتبها محل الفراغ. عند الصباح لمحت. شو يعني لمحت؟ شفت. بس ليش قال لمحت أو الكون؟ ما قال نظرت ورأيت قوس قزح. بتعرفوا ليه إلا محتو؟ لأنه قوس القزح. شو يعني قوس القزح؟ ذكرتوا قايلين عنه بالحلقات السابقة، لما بيظهر بالسما بشكل قوس ومتعدد الألوان، بتكون عم بتشتي وبتشرق الشمس للحظات. فإذا إلا محتو، بتعرفوا ليه؟ لأنه بشوفه هيك على السريع، مش شاهدته وقعدت اطلع فيه شي نص ساعة، لأنه ما بيجي نص ساعة، بيجي لوقت قليل منلمحه بالسما. اتفقنا أحبائي؟ فإذا
لمحت في عين، لمحت في قوس قزح، لمحت في الأخضر، أكيد لا، في البنفسجي، في السماء، أحسنتم، لمحت في السماء. اكتبوا للشد، اكتبوها لأنه السين حرف شمسي، قوس قزح، فيه الأحمر، إذن فيه لون الأحمر. انتبهت أنه الألوان الموجودة بقوس القزح هي أولاً الأحمر، بعدين شو قولكم؟ الأخضر؟ أكيد، والأخضر، نشطب كلمة الأخضر ومنكتبها الأحمر والأخضر والأصفر وال، بعد في عندي كلمة السماء، لا لازم أشطبها لأن كتبتها هون، بعد في عندي البنفسجي والبرتقالي، شو رأيكم؟ ماذا لمحتوا؟ الأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالي، لازم نقول، تعرفوا ليه؟ لأنه البرتقالي هو مائل للأصفر، فإذا يعني بينسجم بيتناسب مع اللون الأصفر، فإذا والأصفر والبرتقالي. والأزرق والنيلي، ومن بعده أكيد البنفسجي، لأنه البنفسجي لونه بيتناسب مع النيلي، فإذا هذه الألوان شو؟ قوس القزح. منتابع بس من بعد هالوقفة. حاضرين لهالتمرين؟ أرتب الكلمات لأحصل على جمل مفيدة. إذن في عندي مجموعة من الكلمات أنا بدي ظبطها ونسقها لتكون جملة مفيدة. أول كلمة ثوباً، ثوباً، أنا أرتدي ثوباً جميلاً. شو يعني ثوباً؟ تيب، للعيد، للعيد، في عنا عيد معين. ملوناً، من عدة ألوان. سأختار، شو يعني سأختار؟ بدي نقي هيدا أو هيدا. بكل الألوان، من كل الألوان، فكروا معي تنشوف. فكر أول شيء وفي عندي فعل حتى تكون الجملة سليمة صحيحة. أول كلمة إذن هي فعل، وفي فعل هون سأختار، أكيد سأختار، اشطبوا معي سأختار، سأختار، أنا يعني بدي نقي، شو بدي نقي؟ شو رأيكم؟ أكيد عم بحكي نحن عن العيد، في عندي كلمة ثوباً ملوناً بكل الألوان. رح نقي للعيد ثوب ملون بكل الألوان، شو رأيكم؟ حتى نفكر فيها، سأختار للعيد، ماذا سأختار؟ ثوبا ملونا، صح؟ نعم، ملونا بكل الألوان. بقول أنا ملون بشو؟ اكتبوها معي يا حبي، أكيد عرفتوها، سأختار للعيد ثوباً ملوناً بكل الألوان،
سأختار للعيد ثوبا ملونا بكل الألوان. وهيك بتكون صارت الجملة مفيدة. تاني مجموعة من الكلمات. لبست، شو يعني لبست؟ ارتديت، لبست. العيد يوم، ثوبا زاهيا، شو يعني زاهيا؟ جميلا جدا. فإذا أبدأ بشو؟ بالفعل. اكتبوا معي، لبست، لبست، اشطبها منيح للبست. ماذا لبست؟ لبست العيد. كيف العيد؟ شو لها معنى؟ لبست ثوبا. اكتبوا معي، لبست ثوبا يوم العيد. بس في كلمة زاهيا، شو يعني زاهيا؟ كتير حلو، يعني عن مين عم بحكي؟ عن الثوب، عم توصفه للثوب. فإذا لبست ثوبا زاهيا. متى لبست هذا الثوب؟ يوم العيد. فإذا لبست ثوبا زاهيا يوم العيد. منتابع أؤلف جملة. يلا فكروا معي، بتكون تألفوا جملة فيها كلمة هدية. أنا بقول جابولي هدية كتير حلوة على عيدي. كيف بدي اقول لكم هيدي؟ هي بالعامية. شو يعني بالعامية؟ بالدارج. كيف بدي اقولها انا باللغة الفصيحة؟ جابت لي هدية امي كتير حلوة. فيني اقول احضرت لي امي هدية جميلة. صح؟ وشو كمان فيني اقول؟ تلقيت. شو يعني تلقيت؟ يعني انا طلع لي هدية، تلقيت هدية جميلة من احد ما. وكمان شو فيني اقول عن هدية؟ قدمت امي، قدمت لي أمي هدية جميلة. اكتبوا وأنا رح أختار هالجملة. قدمت لي أمي هدية جميلة. كلمة ثوب، أرتدي ثوبا، سأرتدي ثوبا جميلا للعيد. شو يعني؟ يعني انا عم بخبر حدا انه رح البس ثياب كثير حلوين للعيد. اكتبوها معي وانتم فيكم تكتبوا اللي بدكم اياه. سأرتدي ثوبا جميلا للعيد. وهلا ما تروحوا لمطرح لانه عندكم مفاجأة. وشو هي؟ الجواب عن الحزورة السابقة. قوس قزح، سماء، ثوب ملون، حقل. تذكرتوها الحزورة شو بتقول؟ أنا مكان تتناول فيه الطعام. شو هو هالمكان؟ المطعم. أكيد المطعم.
فهمنا شو هو المكان؟ فإذا وبدي منكم ما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي عم تمروا بأسفل الشاشة، وأنا بدي لكم إلى اللقاء أحبائي. ثيابي ملونة مزخرفة مزينة، طويلة قصيرة كلها جديدة، ألبسها بفخر وكلها جميلة، لكل فصل ألوان عديدة. ثيابي ملونة مزخرفة مزينة، طويلة قصيرة كلها جديدة، ثيابي ملونة.